مساء الماضي الجميل، مساء الأجواء التراثية. اليوم غدانا وين؟ بمطعم الطواش. مطعم الطواش من المطاعم اللي تقدم أكلات شعبية، والآن بعد ضايفين كده أشياء شامية وأطباق إيطالية. مكان هذا يا جماعة مرة مرة مميز. طبعا المطعم في قسم حق الأفراد وقسم العوائل. هذا الدور العلوي قسم العوائل. الحلو إن فيه الجلسات اللي فيها خصوصية، وفي عندهم الجهة الثانية الجلسات المفتوحة. وهذه المنطقة المفتوحة، اللي يحبون الأجواء المفتوحة يا سلام، وأحلى أطلالة. أشياء المميزة اللي تعجبني في مطعم الطواش طريقة التقديم. شوفوا كيف المقبلات تقدم عندهم، مرة حبيت. هذه شوربة العدس، عندهم أيضا شوربة فطر، وهذه من الأطباق الجديدة عندهم، السلطة الروسية. هالمقبلات هالطيبة، الله. وهذه من الأطباق الجديدة عندهم، الكباب الحلبي، واللي يحبون السبايسي جايبين لك كباب الخشخاش. أنا طبعا من عشاق السبايسي، فخلينا ندخل على كباب الخشخاش نجربه ونعطيكم رأينا فيه. روعة بصراحة، الخشخاش عندهم روعة. طبعا نجرب الكباب الحلبي. هالبصل، الله، اثنينهم لذيذين، يعني الكباب الحلبي والخشخاش. انا بصراحة والله ما ادري ايش اقول لكم، والله اثنينهم لذيذين يا حبيبي يا حبيبي. والكبة اللبنية طبعا تقدرون تطلبونها مع رز، ولو حبيتونها بدون رز. كبة لبنية، ها؟ طيبة بصراحة، شيء على الأصول. طبعا حالاتها مع الرز الأبيض، والله الكبة اللبنية أنصحكم فيها لما تجون جربوها، بصراحة تفوز تفوز. مذاقها مرة طيب، بهاراتها طيبة وخفيفة. هذه من الأطباق الجديدة عندهم، الفهيتة، فهيتة الدجاج. هذا الربيان المشوي، طبعا إن حبيتوه كده أو حبيتوه مع الأرز. هذا الفوتوشيني، إن شاء الله عليك يا الطواش، يرضي جميع الأذواق. يا سلام، هنا الكلام الكبير يا حبيبي، فيليه الهامور. طبعا هذا من الأطباق المميزة اللي موجودة عند الطواش. عاد اسمحوا لنا، هذا ما يبغى إلى شوكة وسكين، لا لا لا، هذا خش على طول يا حبيبي، أحلى هامور يا حبيبي. مذاق مميز، والله مذاق مميز. كيف الغداء يا أبو حميد؟ الغداء ولا غلطة، وجايب لكم بعد خصم مميز راح يكون 15% من اليوم إلين 5 أوغست على فترة الغداء والعشاء. بحط لكم البوست، اعملوا له كابتشر. وهذا موقع الطواش، أبدا ما يضيع، موجود بحي تركيا، وهذا شارع أحد بعد محطة البنزين، يصير هنا الطواش على يدكم اليمين.